بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرنفل، المسمار، العويدي، الطيب، يستعمل في الطب البديل، يعمل على معالجة الكثير من الأمراض والالتهابات، من بينها التهابات الغشاء المخاطي في الفم والبلعوم، وله فوائد أخرى كثيرة وخصائص مذهلة لشعر صحي كثيف خالي من الشيب تماما. طبعا فوائد القرنفل للشعر وبعض الخلطات التي يدخل فيها في بعض خلطات الحنة، وكذلك بعض الخلطات التي تساعد في التخلص من مشاكل الشعر المختلفة ومن بينها مشكلة الشيب. نظرا إلى غناه بالمعادن والفيتامينات، يساهم القرنفل بشكل كبير في معالجة الشيب وفي عملية تكثيف الشعر وتطويله ومنع تساقطه، وكذلك يعمل على تغذية الشعر وإعادة الإشراق واللمعان إليه، يساعد على تقوية بصيلات الشعر وجذوره، يحد من مشكلة تساقط الشعر وجفاف الشعر. كذلك إذا استخدمت زيت القرنفل على الفروة يستخدم أو بعفوا أو أنه يعمل كمضاد للفطريات والجراثيم التي يعاني منها الشعر، يحافظ على فروة الرأس خالية من القشرة، وكذلك يعمل على إعادة الحيوية والحياة إلى الشعر، لا سيما بعد استعمال الصبغات الكيميائية التي غالبا ما تؤذي الشعر. كذلك يساهم في تنعيم خصل الشعر، كأنك وضعت كيراتين للشعر رهيب جدا لتنعيم الشعر ويعطيه ملمس رائع، وستلاحظين النتيجة بعد استخدامك هذه الوصفة المخصصة للشيب، وذلك كون القرنفل أو المسمار أو العويدي أو الطيب يحتوي على مركبات لها خصائص الكيراتين نفسها. نحتاج لملعقة طعام كبيرة من القرنفل، يحمص على نار هادئة جدا لمدة حوالي 5 دقائق، بعدها نقوم بطحنه على شكل بودرة ناعمة وغربلته. كذلك نأخذ حوالي 4 ملاعق طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي، الروبة أو اليوغورت الطبيعي، نخلط المكونين مع بعض جيدا، الزبادي مع القرنفل، وبعدها على شعر نظيف، يكون نظيف وليس مغسول، أن يكون الشعر نظيف لا توجد به لا زيوت ولا أي شيء، حتى لا تتفاعل هذه الخلطة مع أي زيت موضوع بشعرك مسبقا. نقوم بوضع هذه الخلطة على الشعر مع التركيز على تدليك أماكن الشيب جيدا وبرفق لحوالي 5 دقائق. بعدها نلف الشعر بواسطة الكيس الخاص بالشعر أو بالنايلون أو البني، ونتركها لحوالي 1/2 ساعة فقط. طبعا لمن فروتها تتحسس، أي شديدة الحساسية للخلطات والوصفات، فقط 1/2 ساعة. لمن فروتها عادية جدا ولا تتحسس من الخلطات أو الوصفات يمكن تركها من 1 إلى 2 ساعة، وبعدها نغسل الشعر عفوا بالماء الدافئ والشامبو المناسب. الوصفة هاته آمنة الاستخدام للمرضعات، الحوامل طبعا يبتعدوا عن هذه الوصفة، وكذلك الرجال يمكنهم استخدامها، صاحبات الشعر الأشقر لا يستخدموا هذه الوصفة، أو المصبوغ بالأشقر ودرجاته، لأن هذه الوصفة منصوح بها لصاحبات الشعر الداكن أو البني. طبعا تكرار هذه الوصفة يكون 2 مرات في الأسبوع أو قبل كل استحمام، مع ضرورة تدفئة الرأس وعدم الخروج للهواء، لأن هذه الوصفة تحتوي على قرنفل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة.
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.